السلام عليكم، انا رواني مالكه مرت الشهيد انوش عبد العزيز الكوميسير اللي كان في العيون. تقلبت لي الطوموبيل ودوز العزو ديالو مزيان، وجاو عندي الناس تما، جات عندي الصحافه، جا عندي السي الدخيسي البريفي، جا عندي وليد الجهه، دوزنا داكشي تما في العيون، دوزوا لي كلشي داكشي مزيان. جيت المحمديه عاود دوزوا لي العزو ديالو في حي الريضه عند امو. ملي دازت واحد المده رجعت للعيون، رجعت العيون مشيت للاداره عيطوا لي، قال لي السي وليد الجهه وسي الدخيسي، مشيت عندهم الاداره قالوا لي غادي نقدموا لك واحد الكريمه تعاوني بها الوليدات وتهزي بها وليداتك. صافي قال لي غادي تتبعي الاجراءات، واش غتبقي ساكنه في العيون ولا في المحمديه؟ قلت لهم غادي نمشي للمحمديه، غنمشي حدا عائلتي ودارنا، لانني ما قاعدي ما غنبقى دايره هنايا، ما عندي حتى واحد في العائله تما، عندي الله سبحانه وتعالى. جيت للمحمديه، ملي جيت للمحمديه بقيت طالعه عيطوا لي صحاب سونترال البوليس، مشيت درت واحد الاجراءات على الكريمه، عاود رجعت صيفطوني للمقاطعة عند المقدم، درت واحد الإجراءات الثاني، عاود صيفطوني للعمالة، درت الإجراءات، عاود مشى الدوسي للرباط، جا ثاني عيطوا لي، درت بحال هكا ثاني، عاود الإجراءات في ثلاثة المرات. في الوقت اللي كان قالوا لي هاكي ها الرقم ديال الدوسي، وها الرقم ديال الإرسالية، شديتهم قال لي إن شاء الله ما غيكون على الخير. دابا مدة 7 سنين، وأنا كنطلع للوزارة الداخلية، وكنجي وكنمشي وكنجي، في الوقت اللي كنوقف كنسول كنقول لهم عاونوني يا عباد الله، انا ما بقاش عندي الماندا، عندي 40000، عندي 3 دراري. كيقولوا لي واش عندك، عندك عمار؟ انا ما كنفهمش في هذا عمار. قلت لهم ما عندي 3 دراري، ما عنديش عمار. قال لي واحد السيد واقف حدايا قال لي لا، قالوا لك لا عندك البين، قال فلوس الفلوس غيخرجوها لك، الا ما عندكش سيري تموتي انت ولادك. انا عييت جريت طحت نط هبط العماله، شي لاوطني الرباط، شي لاوطني العماله، خذوا لي حقي وحق وليداتي. كنطلب من الله سبحانه وتعالى وانتوما كونوا معايا. عييت انا ولادي، ولينا نبكوا الليل والنهار، العيد ما كنعيدو، 40000 ما غتعيدش ليا، 40000 ما غتكسينيش، ما غتكسيش ولادي، ما غتخلص ليا الما والضو. احشوم عليكم، راه ما تشاهد، راه ما تشاهد ديرو بحقه وحق وليداتو، راه تمحنت وتعذبت مع وليداتي، راه حتى واحد ما تلفت ليا. 3 شهور الاخر ما حتى واحد ما تلفت ليا، وليت كنبكي الليل والنهار، بقى لي السعايه غنخرج نسعى. شوفوا معايا في سبيل الله، من هاد جيت هاد الكريمه رانا تمحنت، شوفوا معايا لله في سبيل الله. وكن نوجه هذا النداء لسي الحموشي الله يجازيه بخير، يشوف فيا انا ارمله مرت شهيد الكوميسير انوش عبد العزيز، راه مات على وطنه وعلى بلاده، وتحنا نموتوا على وطننا وبلادنا، ولكن شوفوا فيا انا وليداتي، رانا ما ولد ما خدام، الولد الاخر باقي كيقرا، البنت صغيره كتقرا، و40000 راه ما كافيانيش. حشومه عليكم، شوفوا فيا رانا غادي نعود نخرج نضرب بالحجر، ولا غنبيع داري باش نوكل ولادي. راه هذا الجهد صافي تقاديت، كنطلع الرباط كيرجعوا عليا، كنمشي كنقول لهم بغيت عقري الكريمه اللي وعدتوني بها، عندي اجراءاتي كلها درتها، ولكن حتى باب ما تفتح عليا. شوفوا فيا لله في سبيل الله، لله في سبيل الله، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. الا شفتوا فيا انا وليداتي، الا ما شفتوش فيا راه غادي نهز وليداتي ونرجع لديك البلاد اللي كتمات ليا راجلي فيها، غنرجع ليها. هذا الشيء اللي كاين، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، هذا الشيء اللي كنطلب منكم.